أهلا ومرحبا بكم من جديد. ظلال الأصيل، مساحات ممتدة للإبداع وللثقافة وللفنون. من هذه المساحة أنقلكم للمساحة القادمة، وفيها أرحب بضيفي الفنان الشاب أيمن كناري. هذا الاسم الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يقدم نفسه في الساحة الفنية، وهو فنان شاب يحمل الكثير من الأفكار والأمنيات. باسمكم نرحب بأيمن كناري، مرحب بك، مساء الخير. يا مرحب بك أستاذ نزار، ومرحب بقناة الشروق، وأنا سعيد جدا يعني بالإطلالة الثانية من خلال هذه القناة الرائدة. من خلالكم بحيي كل المشاهدين، ونتمنى أنه نقضي وقت جميل وممتع معهم إن شاء الله. مرحب بك أيمن. قبل أيام مرت علينا الذكرى السنوية للفنان الراحل محمود عبد العزيز، كيف كان أثرها عليكم أنتم كجيل شاب من الفنانين؟ أولا طبعا في البداية نترحم على روح الفنان الأسطورة فنان الشباب الأول محمود عبد العزيز. وطبعا الحديث عن محمود يعني بياخذ مساحات كثيرة جدا، لأنه هو يعني ترك أثر عظيم، ترك أثر كبير وتجربة فنية كبيرة يعني، والزخم الموجود الآن بيثبت ذلك. محمود طبعا كان تجربة مؤثرة على أجيال كثيرة يعني متعاقبة منذ ظهوره، وتجربة مختلفة بكل المعايير على مستوى الأداء على مستوى الألحان، فكان فنان غير مسبوق، وقدر يعني يضع بصمته ويخلق يعني اسم من ذهب. فهو أثر علينا كلنا، ونحن نهنى من هذه التجربة، وكما أثر على كل الأجيال، وإلى الآن هو ما زال مؤثر يعني. نترحم عليه ونعزي كل محبي وجمهور هذا الفنان العملاق، الله الرحمة والمغفرة. كانت تجمعك علاقة طيبة بمحمود؟ محمود طبعا هو أستاذنا، وأنا كنت صديق طبعا في البداية لشقيق الأصغر إيهاب، ونحن أولاد بحري طبعا، كنا بنغني، أنا بغني من بدري جدا، بديت تأثرت بمحمود بعد ذاك، بعد سنوات طويلة جدا يعني قدرت إنه أصل لمحمود وكده. فكان في آخر أيام، وكان في اهتمام منه لأنه يعني يدعم تجربتي وكده، لكن زي ما بقول يعني الغدر كان أسرع. ونترحم عليه ومن هنا، ونترحم كذلك على شقيقه العزيز صديقي إيهاب عبد العزيز، لهم الرحمة. نسمع شنو في البداية؟ أنا غني واحدة من رواية على الأسطورة، نقول لما ردتك، هي من كلمات الأستاذ مدني النخلي وألحان الأستاذ مرغني الزين، وإهداء لكل جمهور محمود إن شاء الله. لما ردتي كنت عارفي زيني غيمة هاربة من وتر الأسية، كنت شايفك زي الجيمة ضاوية في الفجج القصية. لما ردتي كنت عارفي زي من وتر الأسية، كنت شايفك زي جيمة ضاوية في الفجج القصية، كنت حاسك زي دميعة خوفي لما تسيل روية، كنت حاسك زي خوفي لما تسيل روية، تجرف أحلام العيون العايشة جنبك ما شقية. Thank you.
لما رديك كان عمر قصتنا ساعة الزمن ترحلي زي مراكب للوداع فردت شراع حبيبك كوني في زحمة ظروفه حومي في خاطر حبيبك كوني في زحمة ظروفه شعري من بهجة عيونك ومن حنانك طي حروفه شعري من بهجة عيونك ومن حنانك ضي حروف دنيا فيها الريدة قسمة وكل زول كايس وليف دنيا فيها الريدة قسمة وكل زول ردي مكتوب في الجبين بكرة يا ملعين تشوف وردي مكتوب في الجبين بكرة يا ملعين تشوف وردي مكتوب في الجبين بكرة يا وردي مكتوب في الجبين بكرة يا من العين تشوف. شكرا شكرا أيمن كناري. عفوا أستاذ منزر. لو رجعنا للبدايات شوية بمنو تأثرت؟ بدايتي طبعا إحنا زي ما أسلفت قبل نفسي يعني جينا نشا وطرارة يعني على صوت محمود في كل مكان من البيت من داخل البيت بدأ صوت محمود بأنه يحاصرني يعني في أي اتجاه أنا كنت لسه صغير يعني بدأت بعد ذاك يعني أني أكون مولى بالفنانين كده أيوة فأول زول طبعا أنا اتأثرت به هو طبعا محمود وبعد ذاك طبعا انت لقدام بيكون عندك مشروعك الخاص بيكون عندك تجربتك اللي بتحاول تأسس من خلالها لشخصيتك الفنيه المستغله لكن يظل محمود هو يعني التجربه اللي احنا نهني منها وتعلمنا منها كثير يعني. طيب ايمن تكلم برضو عن الاسره دعمها لتجربتك الفنيه. والله طبعا انا بفتكر نفسي محظوظ لانه من اسره فنية يعني من ابتداء من الوالدة أستاذة يوسف لها التحية من هنا هي شاعرة مجيدة يعني لها كان مشاركات كبيرة جدا في المنابر المحلية والإقليمية
والشقيق الأكبر وضح عن شاعر جميل، وعندنا تعامل أو تعاملات مفترض كان نحصل اليوم، لكن جايات إن شاء الله هيكون في أعمال كلماته. وشقيق الأكبر الراحل صباح له الرحمة والمغفرة هو اللي علمني الغنى، هو ذاته كان سبب مباشر في أنه أنا أولد لهذا المجال يعني. جميل، فهذا كان تأثير الأسرة. أيمن، ترديد أغنيات الغير مرحلة من المراحل، القادم شنو في مشوارك الفني؟ والله طبعاً أغنيات الغير يعني شيء لابد منه لأي فنان بيلتمس فيه خطوة. بعد ذاك أنت بتشوف أغنياتك الخاصة وكذا من خلالها بتقدر. جميل. طيب، إذا المساحات ممتدة بيننا وبينكم، وتجربة مستمرة لأيمن كناري، هذا الفنان الذي يساعد الآخرين من الفنانين الشباب على أنه يخطط لهم طريق، ورجل يحاول أن يرسم لنفسه خط ومسيرة من الأغنيات الخاصة. مرحب بك من جديد أيمن كناري، وبرأيك هل يمكن أن يقدم الفنان نفسه للجماهير من خلال أغنياته الخاصة للوهلة الأولى؟ للوهلة الأولى طبعاً صعب أن الجمهور ذاته يعني يتقبلها، لكن بعد ذاك المنتصر وخلال التكرار هو بيتقبلها منك يعني لقدام، وبيتطلب منك صبر يعني في الحتة دي بالذات. عموما حنواصل في هذا المحور والحديث عن انه كيف الفنان يستطيع يتخطى مرحله ترديد اغنيات الغير والدخول الى اغنياته وتجربته الخاصه. هذا الحوار يستمر مع الفنان الشاب ايمن كناري، وهو يقدم نفسه للجمهور من خلال عدد من الاغنيات المسموعه والخاصه. الفاصل ونعود للتواصل برفقتكم في ظلال الاصيل. اهلا ومرحبا بكم من جديد، ظلال الاصيل ورفقه ضيفي داخل استوديو الفنان الشاب ايمن كناري. مرحبا بك من جديد يا ايمن. مرحبا بك استاذ نزار، ومرحبا بالمشاهدين الكرام من جديد. وطوالي نسمع اللحن القادم. نمشي لاهلنا في الغرب في كردفان الحبيبه، ونغني ام زمام وينكي كلمات والحان الصديق الحبيب جاد عوض الله. جميل، نسمع. مشيت عشان الريف، اشتقت لام زمان، مشيت عشان الريف. وريني حالك كيف، وريني حالك كيف. جمت صدارة عايز اعرف احوالك، جمد صدارة عايز اعرف احوالك. اشتكت لام زمام مقطوع اخبارها، مقطوع اخبارها. يا ام زمام وينكي، كيف انكي سألت النسيم عنكي، بالطم كيف انكي سألت النسيم عنكي. يوم زمان قولي راجيك حدا دونكي، راجيك حدا دونكي. يوم زمان وينكي، بسير شوقك كتير بالحيل،
قصة ديربتي بسيط شوقي كتير بالحيل يا مزمام هوي هوي طولت مني كتير طولت مني كتير يا مزمام وينكي الفريد ما جاك بكتنا بالتمام وقت الفريد ما جاك بكتنا بالتمام ما جابك اللوري سوا قروح فا سوا قروح فا يمزو مامويكي شكرا أيمن كناري. والسؤال القادم هو في هذه المرحلة يا أيمن من تجربتك الفنية هل يمكن أن نقول أنك مشروع فنان أم فنان له مشروع؟ والله يعني التقييم لنفسك ما بتقدر تقييم نفسك بأنك أنت مشروع فنان لكن ممكن يكون يعني فنان أو بصمح في مشروع فنان يعني ممكن تكون أنسب وبعد ذاك التقييم في النهاية بيرجع للجمهور لكن أنا يعني عندي مشروعي اللي أنا مخطط له وماشي فيه والحمد لله يعني قطعت فيه شوط ومؤمن به جدا يعني وواثق إنه إن شاء الله هتكون نهايته جميلة بإذن الله. طيب لو حاولنا إنه نكتب روشيتا أو وصفة ناجحة للخروج من أزمة الاستسهال والتكرار فيما يلي جانب الأغنيات حتكتب فيها شنو؟ لضبط الساحة قصدك يعني تمام هي كل الحاجة دي أنا بنقول للجهة المسؤولة من ضبط الساحة في المقام الأول المتمثلة في وزارة الثقافة ومجلس المهن الموسيقية بأنه يصدر يعني قوانين رادعة جدا يعني وشروط حتى للغنى وشروط للأصوات المجاز وبعد ذاك حتى شكل الغنى لازم يكون عنده يعني شكل معين يعني بعد ذاك ممكن لقدام تقدر تلقى نتيجة الحاجة دي يعني. أيمن أنت بتكتب وبتلحن هل يمكن أن يحدث ذلك خلل في تكوين الأغنية؟ والله أنا عشان كده أنا بكتب كثير جدا لكن ما بغني كله أو ما بلحن كله يعني دائما بحاول أختار الحاجة المناسبة حتى بعد الحاجة اللي اختارها بيكون في مشاورات بيكون في ورشة بشوف الآراء كلها بجمع بشوف هي بتصب وين هي بعد ذلك بتحدد هل الأغنية دي ممكن تولد أو ممكن تولد في حتتها يعني لذلك ما قاعد أميل كثير لأنه أكتب أغني يمكن الأغنيات المؤخرة كلماتي والحاني لأنه كانت أغنيات موجودة يعني فترة طويلة وفجوكي قلت أطرحها يعني بعد ذلك وشوف رأي الناس فيها اللي هو ممكن استفيد منه لقدام واستصحبه معي في تجربتي يعني في مقبل الايام يعني ان شاء الله. جميل يعني انت ما ميال لانه تغني كلماتك ولا الحانك؟ لا ما ميال للحاجه دي اطلاقا عشان ما تقع في فخ التكرار لانه مهما كنت يعني بارع بتقدر تكتب بتقدر تصنع الحان برضه في النهايه حتقع في التشابه ودي حاجه انت حتى لو ما حسيت بها المتلقي بيحس بها وبعد ذاك بتجي حته بتاعت ملل من الحاجه دي وعشان كده دائما حاول الفتره الجايه يكون من الحان من ناس ثانيين وكلمات من ناس مختلفه يعني. ايمن كيف بتنظر للواقع الغنائي والموسيقي في السودان خصوصا لدى الاجيال الجديده؟
والله الوضع الحالي طبعا هو يعني غنى عن السؤال، لكن انا بعزي الحاجه دي لانه المشهد العام عموما يعني البلاد بتمر بازمات متعدده يعني، والحاجه دي طبعا لها اسقاطاتها في الثقافه وفي الحركه الفنيه بشكل عام، لذلك بتجد انه في استسهال كثير جدا حتى الجمهور مساعد في الحاجه دي، لكن تأكد تماما انه يعني اللي قدام البلاد بعد ما تستقر وكده فكل حاجه بترجع لحتتها الطبيعي، حتى الجمهور ذاته بيرجع لرشد يعني. جميل. ايمن، بعض الشباب بيعتقد بانه التغني باعمال الكبار من شعراء وملحنين يمكن ان يدفع التجربه للامام. بالضبط طبعا، انت يعني هم طبعا لانهم بيكون لهم تجارب ولهم مشروعهم الطويل، فالحاجه دي اكيد بتكسبك رفعه يعني، هو وبتكون محطه مهمه في تجربتك بتسقلها لك يعني برضه. طيب ايمن، ليه لحد هسه نحن اسرى لاغنيات الحقيبه؟ والله اغنيات الحقيبه طبعا لانه هي بتعتبر يعني الاساس المتين للغناء السوداني اللي اتبنى عليه بعد ذاك كل الغنى السوداني ليوم ندى. ف يعني الحاجه دي برضه نحن ممكن نكون عندنا فيها دور كبير جدا يعني. احنا طيب ده بالنسبه للمستمع يعني، ولا بالنسبه للمغني الشاب يعني؟ ليه اي مغني شاب في بدايه تجربته الفنيه لازم يردد اغنيات الحقيبه؟ لانه اغنيات الحقيبه خالد وعندها جمهور ومستمعين المتجددين يعني عبر الاجيال، فاي زول داير يحاول يدخل للناس دي من خلال المدخل ده بيدخل عن طريق الحقيبه، لانه هو متاكد انه هي يعني ليها جمهور الواسع. الحاجة دي يمكن بعد ذاك بقت أي زول بيحاول يستسهل الموضوع ده بالحقيبة، فدي ذاتها كمان مشكلة يعني. هاي هي طبعا بنحتاج إنه نردد عبر أصوات جديدة وكده عشان يعني يكون غنى خالد يعني. هم بيرددوها لأنها الأغلب الأقرب لقلوب الجماهير والمستمعين. الغالبية بتغنيها كده أيوه، في واحدين بيغنوها طبعا من باب المحبة لأنه هو في غنى عن ذلك، لأنه رصيده من الأغنيات الخاصة بيكون كبير جدا، لكن بيغنيها من باب حبه للأغنيات أو بيضيف عليها بعد ذاك لمساته من خلال توزيع جديد أو حاجة بالشكل ده، لكن الغالب هم بيعتبروها بوابة للدخول لقلوب الجمهور يعني. جميل، نسمع شنو؟ طالما جينا في سيرة الحقيبة وكذا نسمع واحدة من رواية الأستاذ صالح عبد السيد أبو صلاح، قلبي هماله. جميل، نسمع قلبي هماله. قلبي همالو خديدك وجماله، معذب بهواك ماله. بدري حسنك لا والقلوب ماله بهواك وشوق، قلبي عماله يا فرع ياسمين ما تكفر ماله، قل لعاشقك وين ضاعت ماله، معذب بهواك ماله. شعره حاك الليل وحجبه هلاله، فر بسمه الغيم والبروق لاله، ما في مانع لو موتي حلاله، نهدي جوز تفاح صدره لولاله، بهواك ماله. أنا هوي
علينا الشادين المكحول الما تلقى مثاله واخشى من لحظه مر من باله كم جريح لسهام عينه ضربانه بها لا يدري ولا عليه باله معذب بهواك ماله أنا وين خديدك وجماله الجوهر الفردي ما تلقى مثاله به قلبي قلبي يميل وقلبه يكساله حبه صبحني حسنه مساله غير وسام في خديد دموع ما ساله معذب بهواك ماله خسرنا حلزات جسمي انحاله طرفنا عسنا مطرفي يصحاله الفريع علان دمعي سحاله يا نسيم ارجوك شوفوا كيف حاله معذب بهواك ماله شوف لحاظ سيوف حجبه هداله حرس حوله يدور استعداله شوف خديد يلصيف حسن ينداله والبدور لو غاب يضوي في بداله الله يضوي في بداله هو يضوي في بداله حبيب يضوي في بداله يا ليلى هو يا ليلى هو يضوي في بداله شكرا يا كناري على هذا الاختيار الرائع وده بيقودنا الأعمال الخاصة بعد ما سمعنا الحقيبة هو منو من الشعراء والملحنين اللي أنت دعملت معهم؟ دعملت مع مجموعة من الشعراء الشباب المميزين في الفترة الفاتت يعني على سبيل المثال الشاب الجميل جهاد عبد الله أستاذ سامي الهندي وناصر عبد العزيز ودكتور محمد أحمد معلفي من خلال الكلام والألحان هو شاعر وملحن مميز يعني وفي أغنيات الآن على وشك أنها تصدر يعني مع الأستاذ الجميل عبد اللطيف قدر والدلحاوي حيوا من هنا في غربته ونتمنى أن ربنا يرد لنا وكذلك أنا أعمل مع الأستاذنا الكبير عبد الوهاب هلاوي في بيتنا القديم برضو من النصوص الجميلة جدا لأنه تشرفت بأنه تكون واحدة من الأغنيات القادمة وفي أغنيات مع الشقيق الأكبر والضح بيل ذكرنا وطبعا هو شاعر جميل جدا وزول صاحب إحساس مرهف برضو دي من المشاريع الجاية إن شاء الله جميل منو من الشعراء والملحنين يتمنى أنك تتعامل معهم
والله هو مجموعة يعني يمكن أنا دائما بحب أتعامل مع النص الجميل واللحن الجميل يعني ما عندي يعني أسماء معينة لكن طبعا في 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 أسماء اللي عندها تاريخ وكده الواحد بيتشرف بأنه ينهل منهم زي أستاذنا عبد الحالي طبعا أنا سعيد جدا بأنه أنا يكون في بينه وبينه تعامل كذلك أستاذ عبد الوهاب الله يعني رأيك شنو تسمعنا مرسال؟ جدا نسمع أغنية مرسال وأهديها لكل أهلنا في ديار شايقية في أول تجربة بتاع الطنبور إن شاء الله أعطنا على القبول من كلماتي وألحاني جميل نسمع مرسال شو.
شكرا شكرا يا كناري على هذا الاختيار، وشكرا على حضورك اليوم، نورتنا وشرفتنا كثير في ظلال الأصيل. شكرا لك الاستجابة، كنت في الموعد وفي الميعاد. شكرا كثير يا أستاذ نزار، وشكرا لظلال الأصيل ولقناة الشروق مرة ثانية، وأنا سعيد جدا يعني بهذا الوقت الجميل يعني معكم في حضرتكم، وحيي صديقي الحبيب سراج مصطفى وكل الطاقم العامل معنا، وإن شاء الله يكون المشاهدين راضين. شكرا. دي كانت مساحتنا الثانية في ظلال الأصيل مع الفنان أيمن كناري، وبها نختتم ظلال الأصيل لهذا اليوم. لكم أنتم أيضا الشكر الجزيل، المساحات التي جمعت بيننا وبينكم في هذا المساء. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد، كونوا دائما على الموعد. ونختم بميعاد يا أيمن. ميعاد كلماتي والحاني إن شاء الله تعجبكم. قبل ميعادنا ما يدى أصابك السكة كان تكسر، بحس اللحظة والثانية بقت يومين كمان أكتر. قبل ميعادنا ما يبدا أصابك السكة كان تكسر، بحس اللحظة والثانية بقت يومين كمان أكتر. تشع عيني من اللحفة ويسحر من صفاك منظر. بحسك قبل ما ألقاك قريب مني وبهاك نور، وسامعك زي تنادي علي صداك في مسامعي يتكرر. أحسك قبل ما ألقاك قريب مني وبهاك نور نور، وسامعك زي تنادي علي صداك في مسامعي يتكرر. أطير من الحنين البيت وشوف كل الطريق أخضر. وجيك شاي الحنان وهيام وشوق رغم السنين انظر. أفيد عني دموع غرام مودنا نبيلة يا أسمر. وجيك شاي الحنان وهيام وشوق رغم السنين انظر. أسمر يجيب كل الزمان عندك ويبتدي من جديد يسحر. قبل ميعادنا ما يبدأ أصابك السكة كان تكسر، بحس اللحظة والثانية بقت يومين كمان أكتر. قبال ميعادنا ما يبدأ أصابك السكة كان تكسر، بحس اللحظة والثانية بقت يومين. قبال ميعادنا ما أصابك السكة كان تكسر، وحس اللحظة والثانية بقت يومين.